بعض الناس كفرت احنا بهذه حسبنا العروبة الحرب المتاعة. بال 2000 كابتن زمني من بيوتنا عم تصدى لاسرائيل، وانتوا قاعدين عمال تزايدوا علينا وعم ترصوا بالشوارع لانه استشهد حسن نصر الله. على هيك امي بتقولي لي بديش كون انا عربي؟ لا، ما بديش كون عربي، ما عادش بدي كون. شو بتعني لي العروبه؟ ولك ما انتوا ام قريش اللي اجتمعت بسيوفها تقتل النبي. انتوا اللي قتلتوا ثلاثه من الخلفاء الراشدين، انتوا اللي ذبحتوا ابن ابو بكر اللي بتقولوا هو خليفتنا، حطيتوه جوفتوا حمار وحرقتوه، انتوا اللي ذبحتوا اهل البيت، انتوا اللي ما خليتوش حدا، انتوا اي واحد عظيم، اي واحد قائد، انتوا اللي كنتوا تقتلوه. نحن الام اللي كانت تقتل قاضتها. بدي انا بعد كون عربي؟ ليش بدي كون عربي؟ في سبيل اي قضيه؟ عم نخسر بيوتنا واهلنا من 48 لهلا، وعم نقول فلسطين فلسطين فلسطين، وبعدين؟ أنا أفكر أعمل كتاب جدية، لكن أنا لست عربية. أوف. نعم. سنسكريتي. بدك تتنكر لهويتك عربي. تتنكر يلعن أبو هيك عروبة بتخلينا نوصل لهالمرحلة. يلعن أبوها بدي سب معش على هوا. اللي بتخلي واحد مثل سماحة السيد يستشهد بهالطريقة لأنه عم يقاتل مشان فلسطين. وبيعينوه كمان مش عاجبهم. اللي بده مفترض يحرروا فلسطين، خلص احنا صرنا مثل كلام الناس العاديين اللي بالشارع، تفضل انت حرر فلسطين، حرر القدس. هي القدس لك، تفضل حررها، مش لحالنا بدنا نحررها. يلعن ابو هيك عروبه لانه خلص تألمنا. نحن ما بنخسر هيك رجال اكرامة عبيد وقواش، ما بدهم يقاتلوا اسرائيل، ومن زمان ما بدهم يقاتلوا اسرائيل. لكن 17 شركة اللي بتطلع من مصر يوميا بتبعت لإسرائيل على ميناء الزود الأكل والشرب وكل شيء ناقص إسرائيل، والشركات الثانية بتدخل عن طريق الأردن إلى إسرائيل، ومذابح ناس عم بتموت ما معها لقمة، ما قدرت تشرب مي بغزة، وهلا عم نلحقهم نحن كل يوم 100 150 شهيد، أول يوم 500 شهيد معنوة بغزة، ما حدا لحد هلا عمل أي ما حدا يقول معنا أي لعيب. عم ندافع عن العروبة نحن، ما عم ندافع عن الإيراني، ما عم يموتوا أهلنا مشان الإيراني نحن. إذا الإيراني سيرتنا بالزمان لما كنا مع الاتحاد السوفيتي ويساعد بعض الحركات الوطنية، يلا أنتوا شيوعيين مثل ما قالوا له عبد الناصر، طلع لحد الصحف عبد الناصر كافر بالإجماع، شيوعي كافر بالإجماع. ما بدهم، بدوش الواحد يقول أنا ما بقى عربي، صار الواحد بيستحي يشعر. لو ما هالشعلة اللي كانت المضيعة عند الجماعة اللي عم يقاتلوا، عم يقدموا أرواحهم وأولادهم. هلا يمكن بدهم نحط جسمان ولا سبعة سيد مع قبر ابنه الشهيد هادي. شو في بعد أكثر من هيك؟ ومع هذا وكله قاعدين مع عجبهم. ويا واطي أنت اللي لازم تطي راسك قدامنا، أي واحد بده يوطي راسه، أنت بتملك المال والسلاح. في 7200 طيارة حربية بالعالم العربي. في أكثر من 9 إلى 10 مليون عسكري. جيش مصر 550 ألف. بعدين لا بدنا نتحملهم. بعدين كلهم عم يتفرجوا علينا. فرجي على كلامهم على تلفزيوناتهم. روحوا على الترفيه. نقلعوا روحوا على الترفيه يا بنا كرامة. نحن قررنا الاستشهاد. سيب هيك عقد إيس. نحن قررنا الاستشهاد لآخر لحظة. لأنه بدنا نعيش في كرم بس. وما بقى بدنا نقول احنا بس بكره تخلص الحرب، نحن لبنانيين وطنيين بدنا نبني بلدنا وخلص خلصنا. يعني الواحد بده ينفعل لانه خلص فعلا وصلنا لمرحله ما بقى قدرانين الواحد يتحمل، ما قدران، ما عم يصدق الواحد هالقد العبوديه الخنوع، هالقد الانظمه بتخاف من الامريكاني. بس فقط لو قالوا بدنا نضرب المصالح او نوقف المصالح الفرنسيه والبريطانيه والامريكيه، ترجيكي ساعتها شو بصير؟ ما بيعودوا الامل يتعاطوا معنا الغرب باذلالنا بهالطريقه، مثل اللبسينات نحن امامهم واويه عند هذا الغرب، لانه بينزلنا نحن من الاساس، من الاساس بينزلنا. انتم مين؟ ولا شيء. ونحن عندنا غباء موروث. وخليكم حنشوف بعدين شلون مش حيعمل فيكم، حنشوف شلون الزمن قدام. وحدا يفتكر انه اسرائيل انه مرتاح له، سيكون عبيد بكل معنى الكلمه. بس واللي ما شارك معنا بكره بنشوف شو حيصير فيه. وانا بعرف مين عم بقصد. بس بيستاهل، لانه نحن عبيد لهذا الاستعمار. كل ما طلعت حركه التحرر منا، كل ما نحن اول ناس بنضربها، وهذا اللي عم بيحصل. بس اعطيني اي حدا مش نحن كعرب اللي قتلناه، مين نحن الثوره الفلسطينيه ليش؟
مين كان متآمر مع الإسرائيل؟ كمان نفس القصة. مين نحر حركات التحرر عندنا بالمنطقة؟ معروفين مين؟ خلاص ليش بده يكون واحد عربي؟ خلصنا يعني نحن أي نشوف نشي جنسية هيك تكون لا يا غواتيمالا لا يا صوب أي محل أو تحت كعب نيوزيلندا تحت هيك الكعب كعب الكرة الأرضية يمكن يكون أشرف والله أو نروح على سهل على على نهر الكونغو أو شو اسمه بأفريقيا إن صادق التماسيح لأنه أشرف صادق تماسيح نهر الكونغو على التماسيح بالعالم العربي يا أستاذ رفيق لا لا ما في لا ما بقى في لا طول بالك بتخلص المعركة دمنا مش رخيص السيد مش رخيص والله اللي ندفعه للسماء مش رخيص القدر مش نحن يمكن نحن قليل بس القدر اللي دفعه للسماء طول بالك بكره بنشوف القدر بده يلعب لعبته نحن عم نتعاطى مع التاريخ بدهم يندموا بكره بنشوف حيندموا على الساعه اللي وافقوا فيها على مثل هيك ضرب بعدين عم تبسط فرصه حلوه يا 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 سفله اردوغان يا 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 افاغه اردوغان افاغه اللي حيبيعكم بعد شوي كان افاغه عم تنصب الشوارع ماشي الحال بدنا نشوف لو بدنا نوصل نشوف اقرأ السوشيال ميديا حدا بيشمل بالموت يا بعض الكتاب والناشطين العرب بيشمل بالموت نحن نحترم على الاخر شوية احترام ونحن عم نشتغل سياسي ومع هذا كله سنرى سوف شو قال له عبد الله نعمان لما حبسه قال له سوف ترى يا نعمان سوف نرى يا خوفي اللي بعض انا ما حسبني اللي عم بيغير ببعض ايات القران واللي عمال يعمل بكره يامروهم غيروا اسماء اولادكم ما في محمد وعلي واحمد وياسين وكذا بشيل شلومو وديفيد وكذا طولوا بالكم على الاسرائيل نحن عم ندافع عن هاي الامه اني عم يلعبونا سني شيعي كانوا وفرص وتعتير بس نحن كنا كعرب وعربيين حقيقيين